في محلها منتهى الوضوح. زاوية على تقطيع عمل جراحي. هذا مرض الجراحة. بداية 2000 يقارنوا ويحطوا أدوية. انطلق مؤتمرنا مؤتمر القلب الأول في الداخل السوري. تناولنا في آخر المستجدات حول مختلف القضايا بأمراض القلب. هدف منه هو رفع سوية العمل الطبي في مختلف المراكز اللي بتعالج أمراض القلب ورفع سوية خدمة مرضاتنا حسب أحدث التوصيات العلمية. ضمن مؤتمرنا مجموعة من ورشات العمل، ورشة عمل حول إيكو قلب عبر المبي، ورشة عمل حول مقاربة أمراض القلب الميادية عند الأطفال، كما يتضمن عرض حالات سريرية لحالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية أجريت في الشمال السوري المحرر. يأتي انعقاد المؤتمر الأول لأمراض القلب في الداخل السوري برعاية مديرية صحة أدلب وبالتعاون مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية من خلال دعوة أكثر من 50 طبيب من معظم المشافي ضمن المناطق المحررة من اختصاصي الداخلية والقلبية وأيضا المقيمين، وذلك برؤية إطلاعهم على أحدث التوصيات والمستجدات فيما يتعلق بتدبير الأمراض القلبية.